بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تعريف الواجب: الواجب في الحج أي ما يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بدم، وهي الإحرام من الميقات. قبل أن تنوي نية النسك اغتسل غسل الإحرام، وهذا الغسل سنة، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة. ثم قل في قلبك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ثم بلسانك: لبيك اللهم بحج، أو قل في قلبك: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، ثم بلسانك: لبيك اللهم بحج وعمرة، أو قل في قلبك: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم بلسانك: لبيك اللهم بعمرة، والمبيت بمزدلفة على قول. وهل هذا المبيت واجب أم سنة؟ فيه قولان للإمام الشافعي رضي الله عنه، قول بأنه واجب وقول بأنه سنة. فإن بات فيها تأهب بعد نصف الليل للذهاب إلى منى لرمي جمرة العقبة، ووقتها بعد منتصف ليلة العيد، وله أن يأخذ بالقول الثاني فلا يجب المبيت بمزدلفة على قول. ومنى على قول. ومن واجبات الحج المبيت بمنى بأن تكون هناك معظم الليل، أي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وليلة الثاني. فإن خرجت من منى في اليوم الثاني بعد الرمي وقبل الغروب سقط عنك مبيت ورمي اليوم الثالث. وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي بأنه سنة ليس واجبا، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق، وطواف الوداع على قول. فإذا أردت الرجوع إلى بلدك طف طواف الوداع 7 أشواط. رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة، والله تعالى أعلم وأحكم.